طبعا الواد اللي مذاكر الكاردو مايوباسي هيجاوب احسن، بس برضو انا اقدر يعني عايز ايه؟ عايز اكتب من دماغي، مش كل حاجه من مذاكرتها، بس عشان تكتب من دماغك الناس تبقى ايه؟ فاهم. تضطر احيانا تكتب من دماغك يا حبيبي، ولا انت كله بقى ايه؟ الصفحه. ما ينفعش اقعد انا بقى اقعد احفظ انا زي الحفظ ده في اخر بعيد عنك، افهم الاول وبعد كده احفظ اللي عايز تحفظه. طيب نيجي نشوف بقى ايه بتاع ده هوكا. هوكا ده بقى هوكا خلاص خلاص بصوا الهوكا ده ما مرسوم عنده ده ما هو مرسوم عنده ده الأورطة ده هنفترض ده يعني جدلا كده ده الأورطة ده بص بقى الانتر بالتريبتر ستة تخين جدا فده بينتر فير بص بقى الانتر بالتريبتر ستة بص ايه الوضع في رسمة ان الانتر بس يا هطلع بس الكل عاملين ايه اعلى مجلس يعني سموه اعلى مجلس كده دي حاجات ده كلام قديم شويه اصلا يعني عاملين اعلى ما اعرفش سموه ايه كده خلاص خلاص فده ايه ده ايه الانتر في الفريق ده سته سيك ولما دخل الكوتش على فتحة الايه الاورطة الفال بس خلي بالك هو عامل ايه ناروينج بيلو او عمل كونستراكشن بيلو الاورطة الفال بيلو الاورطة الفال حتى يقول لك ايه ليفت اوت فلو تراك وكونستراكشن ليفت اوت فلو تراك وكونستراكشن يعني الباسج اللي رايح للاورطة الفال بقى ضيق عشان دي اول حاجه الحاجه الثانيه يا ولد طب هنا هنا قول لي ايه بقى ليه سموه ليه سموه كاردو مالوكس عشان الانتر في التريكلر صفه تخين لا عشان في دايستول ديسفانكشن الراجل ده لو اتاخد منه بايوبسي حاجة اسمها يعني في بايوبسي بتاخد من الهارت يعني حاجة اسمها اندو مايوكارديا البايوبسي الكلام ده يعني نسيبك الكلام الفارغ ده اهو انما بيبقى في باثولوجي في العضلات هنا في باثولوجي في دايستول ديسفانكشن عشان كده بيسموه ايه بقى بص هايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردو مايوبسي هايبرتروفيك هايبرتروفيك مين؟ الانتر فينتريكولار سيركل اوبستراكتيف اوبستراكشن مين؟ للطريق اللي رايح للأورتيك فال كاردو مايوبس ليه دايستوليك ديسفانكشن اعرف بقى معلومة بس انا مش هقولها لك قوي الجلع ده عنده مايترال انكومبتنس كمان المايترال انكومبتنس ليه بصوا الانتر فينتريكولار سيمبتوم ده خلي بالك عامل السيكنس بتاعته بتانترفير مع الكلوجر اوف مايترال فال مش لازم تعرف ايه خلاص قالوا لك بقى في حاجه اسمها الكيلو سيستوري فلوشا وجع دماغ كده مش مهمه المهم ان هو معاه ايه؟ مايكرو انكومبتنس السيك انتر فينتريكولار سيستم مع مايكرو انكومبتنس حلو كده يبقى الراجل ده عنده حاجتين او ثلاثه بص يا جميل عنده ايه يا ولد؟ بص سب فالكولار اورتيك ستينوزيس وعنده مايترال ريجيرش ودايستوليك ديسفانكشن يبقى انا احب اكتب كده صح يلا خلاص هنمشي اهو وهظبطها يلا يا بابا صب فالكولار اي اس وان اي
was fully responsible. هو بيفتح كتاب الباثولوجي بتاع سنتين ده كده بتاعته مهووس وعنوانه كل حاجه كده لو كارديا او بوز وممكن يجيله كمان شيست بين احيانا وممكن يحصل له مشكله في الكوب. السينكوب دي بقى هنا مش للاورتيك ستينوز السينكوب اللي بيجيله دي هنا الريسميا. على فكره انا نسيت اقول لكم حاجه، هات الصفحه اللي قبلها البيج اللي دي المرض اوتوسومال دومينانت، خلي بالك المرض ده وراثي اوتوسومال دومينانت. اكتب اكتب على العنوان بتاع الهوكم لو سمحت، اكتب على عنوان الهوكم، اكتب كده اهو family history of sudden death at young age. كلمة دي مهمة، family history على عنوان family history of sudden death at young age. فعلا الولد ده كده، وعلى فكرة بالمناسبة هتلاقي مكتوب sudden death عادة بيحدث إما during the exertion أو after exertion، خلاص، وبيحصل نتيجة arrhythmia. وفي اكسبلانيشنز كتيره، وعلى فكره يا اولاد هتسمعوا هيستوري عجيب. بص هيقول لك ايه، خدك من الواد ده فيري كومن، يقول لك ده هو الواد يا دكتور، العيال بقى تبقى قاعد في المعمل تسمع القصص مع ثقه في الدكتور. ما تنساش الدكتور يعني ايه، بيخدم المجتمع اهو، لازم تخدم المجتمع اللي حواليك، ولا انت بتاخد العلم ده عشان ايه يعني؟ عشان تاخد؟ لا، فالمهم يقعد العيال بقى الشباب يا عيني في العزل، ما هو في شاب مات فاصحابه كلهم جايين، فانت سامع الكلام ده، احنا كنا بنلعب يوميها كور، والواد ده كان يوميها عمل جريت افورت واحرز وحط جولز، يعني عمل شغل حلو قوي. وبعد يا دكتور ما لعبنا وخلصنا اللعب دخلنا خدنا دش ولبسنا هدومنا ورحنا قعدنا فين بقى كده في الجنينه بتاعت النادي عشان نشرب حاجه ساقعه، لناس صادقي راح واقع طايب. القصه دي قصه الهوكا بتاع الشيخ. انت بقى مش قاعد زي العبيط، انت بتعزف الوالي الواد ده، الكلام اللي انا سمعته شكله هوكا. طب انت دورك ايه؟ بعد ما يعدي بقى ايام هتروح راجع للناس دول. ما خلي بالكم دي مهمة، انا عايز اخواته ولاد عمه relatives يعملوا ايكو عشان نطمن ان مفيش القصة دي، لان هتبقى مشكلة بعد كده. كل شوية يقول لك على فكرة الواد ده ابن عمه ضايف في السن ده برضه، كان شاب زي الفل وفجأة صابت بس ممكن يبقى هوكا. هذا كلام دي اهمية يعني. انا هديك انا مثال، هديك بس مثال الواد اللي مات بتاع الكوره، انا عملت اه الواد اللي وقع مره واحده مات ده، خلي بالك لا هو ما كانش صح بس انت مع بعض صح، هاتي بدات تحتاج الى بلد شويه حب السن برضه بتاعنا. فانت ده تلاقي العمليه كلها شويه اشخاص هم اللي بيحركوا كل حاجه، انت ما تحسش ان فيه مش مؤسسه، ده اشخاص بيحركوا كل شيء. احنا لازم نقول كذا ونعمل كذا عشان الاعلام يا دكتور ما ينفعش، لازم يبرر الموضوع. طب الواد ده مش انت سمعت الهيستوري ان هو وقع قبل كده اه عليه مره بعدين مره ثانيه، طب انت الواد ده لما طلع ليه؟
Marido ou marido. Filho do doutor Itescuro. O doutor Itescuro é essa fumaça. O governo não é reto fumaça. Ligue o Mili, doutor Tal. Doutor Tal, com a reta que deve ser o doutor Lior, que será rico. É do Lê, do Lharina. Esquerda, o Montejo, de Salva. Reto, doutor, a LG tem que ver se que desce e até da Lênese. Chuva, é de ir. Que é de Degri. Já que ele olha que Lyon, Bilite, Esilitz. اللي تسمع عنهم ويا ما سمعنا السباح الفلاني وهو بيروح مش عارف يعمل كذا اللاعب الفلاني مات اثناء وهو بيلعب الكوره الناس عارف ايه يعني كمان كبير هو كمان هو لو كان جاب الواد وعمل الايكو يقول لك لا اصل احنا عملنا ولا هو اللي عمل ولا زي عين بتوع الملاهي كده نفس الافلام احنا كده اصلا الواد يعني ايه يعني ايه لاعب كوره ثمنه كذا اغمى عليه في الملعب اسيبه كده لا خلاص حالي خلاص وعلي روح يلعب تاني ايه اللي انت عملته بعد اول فيت الجدام ما تعملش حاجة عشان كده الوقت طيب ولا التخصيص not uncommon not uncommon يعني هو مش شرير قوي شوف انا هو مش بتاع كاريوكي شوفته كتير شوفت شباب كده وكده وليه دول بس ممكن يكون انا بتكلم على انا اسف انا قلت حاجه غلط الدايستوليك ديسفانكشن بتعمل ايه في القلب بتعمل ايه في القلب الدايستوليك ديسفانكشن بتخلي الفنتريكل نوت فولي ريلاكس فالايتريم ما يعرفش يفضي يبقى لو انا عندي دايستوليك ديسفانكشن في الليفت فنتريكل يبقى الليفت ايتريم مش هيفضي فيحصل لي بالمونري فينس كونجشن طب لو انا عندي دايستوليك ديسفانكشن في الرايت فنتريكل هيحصل نفس الكلام هتلاقي الرايت فنتريكل ممكن ريلاكس يبقى الرايت اتريم مش عارف يفاكيويت النت ريزولت سيستميك فينس كونجشن وهكذا المهم يعني الراجل ده هتسمعوا عليه ايه هنسمع عليه زي اورت ستينوزس هنسمع عليه كمان حاجه مهمه جدا مايترال ريجيرش فاكرين مره لما جيت قلت لكم على اورت ستينوزس 3 تايمز فالفولار وسوبرا فالفولار وسب فالفولار وجيت قلت لك السب فالفولار اللي هو الهوكم ان ده لو عمل اسكواتنج الاسكواتنج بيزود الفينس ريتيرن للهارت فتلاقي المنطقه دي كلها بقت دايليتد يقوم ده يعمل ريليف للسب فالفولار اوبستراكشن فالمرفق الدنسكي تقل يبقى هذا المريض لو عمل سكواتن الفينس ريتيرن هيزيد to the right side of the heart فلاف فلو هيزيد to the lung الفينس ريتيرن from the lung من الليفت هارت هيزيد لو الحته دي بقت دايليتد بص كده يعني ايه دايليتد يعني هتلاقي السيبتم ده هو السيبتم ده هو كده هيجي ناحيه كده شويه والحته دي هتروح الناحيه دي كده شويه يبقى الاوبستراكشن يبقى ريليفد ولا لا عشان كده هنا البرمر الدنسي هيقل العكس البلزلطه البلزلطه بتعمل ايه بتقلل الفينس ريتير وبالتالي بتخلي السايز اوف ذا ليفت يعمل كمان السايز اوف ذا ليفت فنتريكل هيقل وبالتالي صوت المرمر هيزيد طب هسمع ايه كمان على الهارت على فكره يا اولاد في انهي هارت ساوند نسمعه مع الدايستوليك اس 4 اس 4 البلس كده في حاجه اسمها جيركي بلس انا مش عايز مش لازم بقى اشرحها هو جيركي بلس مش في الاخر عايزين نقول الانفستيجيشن الانفستيجيشن هتعمل ايكو هيبان ايه على فكره الفرصه هتساوند ريكوردد ان هو بيبقى بلبل
عشان كده بقى الايبكس عليها حاجه اسمها دبل امبلس، يعني تيجي تحط ايدك كده على الايبكس تحس ضربه الايبكس والفورس هار ساوند التايمنج بتاعه بري سيستوليك، فتلاقي بص نقره في ايدك وبعدين ضربه الايبكس، تلاقي حاجه بتنقر وبعدين الايبكس، تلاقي حاجه بتنقر وبعدين وتروح الايبكس ضربه، فتحس ان الايبكس فيها تو امبلس في ايدك. تقول ايه الكلمه اللي عشان بالبل يعني فورس هار ساوند مش ضروري. وبعدين يا جميل الايكو كتبك ان الاي سي جي في كلمه غريبه مكتوب لك ايه باثولوجيكال او ابنورمال كيو، دي بتبقى مشابهه لما يقارب الفانكشن في بعض الاحوال، انا هي حاجه يعني مش مهمه قوي. العلاج العلاج رايكم ايه بقى؟ الديجيتاليز ممنوعه، لان الديجيتاليز هنا اولا ده عنده دايستوليك ديسفانكشن وليس سيستوليك ديسفانكشن. انا اعتقد ان الديجيتاليز لما يعمل كونتراكشن جامد it will aggravate subvalvular stenosis. انا عايز اديله حاجه تريلاكس، مين اللي هيريلاكس؟ يعني بص يا ولاد انتوا عايزين المنطقه دي المنطقه بتاعه السبتا والفنتركل تبقى ريلاكسد ولا كونتراكتد؟ كل ما تبقى ريلاكس كده يقوم الدنيا تعدي، مش كده ولا ايه؟ مين اللي هيريلاكس؟ بيتا بلوكر او فاراتر، وما تديش ديجيتاليز، خلي بالك ملوش كل ما تديش عشان يبقى اجريفيت المساله. في كمان عندك اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ خلي بالك الاريزميا القاتله هتبقى فينتريكولار تاكي كارد، هتبقى فينتريكولار تاكي كارد. الفينتريكولار تاكي كارد هتعمل لي مشكله وتموتني صابن ديس. ايه الدواء؟ اميودارون. اميودارون هو اوف تشويس. يبقى الاميودارون ده اتاخد على فكره في كذا حته ولا لا؟ ده فين الاميودارون؟ ده قبل كده فمارك الفنتريكولار تاكيكارديا ان بتوين اتاكس، وخدناه في حالات الفنتريكولار اكسترا سيستول الدنجرس الوحشه، وخدناه في الولف باركنسون وايت سندروم لانه بيفرق. طب اكتبوه عشان وإيه كمان في حالات الفنتريكولار اكسترا سيستول؟ بس انت تفتح قوس، تفتح قوس تقول عليها ايه؟ فريكوان مالتي فوكال واورجانيك هارت ديزيز. تاني يبقى الاميودارون يبقى يوز في كيس اوف فنتريكولار تاكي فنتريكولار ايه اكسترا ستور، بس بشرط فريكوان ومالتي فوكال واورجانيك هارت. هنا عشان بخاف ليه؟ انا ليه بخاف من الاكسترا ستور اللي مش من النوع ده؟ بتقلب لفنتريكولار تاكي كارديا. اليوز الثالث وولف باركنسون وايت سندروم، فاكرين هو كان فيه اكسسوري باسوي ده؟ فقلت لكم على الاميدارون بيعمل ايه؟ بيمنع المسج او الامبلس ثرو الاكسسوري باسوي. طيب وايه اليوز الرابع كمان اللي هو في الهوكم؟ لان هو الهوكم بصراحه بيحصلوا بالتريكلر تكرار، فهمت الفكره ازاي؟ هو بقى بيمنع هنا هذا الهوكم. البازو دايليتور خلي بالك. طبعا اسالك سؤال يا دكتور، بص كده على البتاع، قول لي البازو دايليتور تعمل ايه في الرابع؟ تخليه كده يتلم كده ويبقى حلو ولا يدايليت اكتر؟
Posso dire? E il posto da lieto se gli si deve è il posto da lieto deve lì è il brigo il posto da lui ha detto che ma tu è lì il pina stretto è lì il pina stretto io me io me size of the heart è lì il ma ha che tenni il after load lama il il heart è sanno lì يضيليت ولا برضو يتلم شوية انا بص يا دكتور اصل الهارت ده تلفلون لما يلاقي فيه صاد ولود يجي كونتراكت يلاقي فيه لود يروح هو عامل ايه؟ دايلاتيشن ازاي؟ هو عايز يقول ايه؟ اللي برضو دايليتور بتقلل السايز اوف ذا هارت بتخلي الهارت يتلم لانها بتريح بتريح الفريلود والافتر لود فالهارت فيلنج هيقل مفيش يعني برضو. فده كونترا انديكيتد في الهوكا لو اتاخد في الهوكا كونترا انديكيتد والجراحه هتعمله مايوميكتومي هيخش يشيل السبت اوف ذا هارت دلوقتي بتعمل الابليشن ابليشن يعني باي ليزر ممكن بالليزر ان احنا نقدر ان احنا نشيل هذا السبت تماما حتى بالكحول انتوا مش فاهمين مش عارف تاخد دوره بقى كده